يا نهار ابيض، انا هلم الاحداث دي كلها في فيديو واحد ازاي؟ اهلا بكم في فلوج جديد من كاس العالم. انا كنت وقفت فين اخر مره؟ خليني ابدا من يوم الخميس اللي فات. واحد صاحبي من ايام الجامعه قال لي انه مسؤول عن تنظيم حفله فانش مونتانا اللي في كاتاي فان فيستيفال على البحر، وقال لي تعالى على الفي اي بي سكشن وهدخلك. فطلعت على هناك علشان اشوف الجو عامل ازاي. خليني اوريكم المكان كده واحده واحده. اول ما دخلت لقيت خيمه على يميني وخيمه على شمالي وقعدات في النص زي ما انتم شايفين كده، وكل قاعده من دول طبعا فيها شاشه او كذا شاشه بتعرض الماتش. المكان ده بقى متصل بالمسرح اللي بيتعمل فيه الحفلات الغنائيه. الحته اللي احنا فيها دلوقتي دي الفي اي بي سكشن، والحته اللي طلعتها دلوقتي دي بقى الفي في اي بي، والجزء اللي ورا السور ده جنرال ادمشن، واعتقد ان الدخول فيه كان ببلاش. انا ماليش قوي في النوعيه دي من المزيكا، فما اندمجتش قوي مع الحفله، مش زي البنت اللي هناك دي مثلا. بالمناسبه صاحبي اللي دخلني ده هو نفسه صديقي الكولومبي بتاع فيديو نهائي دوري ابطال اوروبا لو فاكرين. خلصت الحفله ومشيت، بس بصراحه المكان ده عالمي والفيو منه جامد قوي. بدات اتمشى علشان اوقف تاكسي، لقيت الشباب دول جم يسالوني سؤال. انا فكرت اني اروح ماشي، بس لقيت اني هوصل متاخر شويه. الهدايا اللي معايا كانت قربت تخلص، لكن لحسن الحظ والدتي جات لي وجابت لي معاها التدعيمات اللي انا محتاجها. تاني يوم بقى رجعت على الفان فيستيفال، وفي المترو شفت لقطه لطيفه جدا. مشجع ويلزي بيبارك لواحد ايراني على المكسب رغم انهم خسروا منهم بسيناريو صعب جدا. ماتش قطر والسنغال ده كان المفروض احضره في الاستاد، بس اتضحك عليا في التذكره. وبرغم اني بروح المكان ده تقريبا كل يوم من ساعه ما جيت، كل شويه بكتشف فيه حاجه جديده لانه بجد كبير قوي. تاني يوم طلعت على ماتش السعوديه مع بولندا على امل ان الاقي تذكره قدام الاستاد، وده علشان كنت سمعت ان في ناس بتوزع تذاكر او بتبيعها قدام الاستاد. بس مش انا بس اللي كنت رايح على الامل ده، الناس اللي بره الاستاد كانوا اكتر من اللي جوه تقريبا. للاسف الاستاد كان مليان على الاخر ومعرفناش ندخل، فكان لازم نطلع على الفان فيستيفال عشان نلحق الشوط التاني هناك. بس قبل ما امشي شفت اليوتيوبر الكوري ده فتح لايف ستريم، فطلعت معاه فيه وعملت له انترفيو. هلو، واتس يور نيم؟ ماي نيم از يونجين. يور فولورز سيد وات؟ دي ثينك هي لوك لايك توم كروز. ولكن انت حاسس ان انا حبيب قلبي يا حبيبي، بيقول لي ان انا شبه توم كروز. اعتقد ان دي اول مره اشوف الاكونت بتاعي على انستغرام بالكوري. افريكا تي في، ذيس از كوريان بلاتفورم. اه نايس، افريكا تي في، سوشيال كوريان تيك توك. اه نايس نايس. هولا هولا. وصلت الفان فيستيفال والسنغاليين كانوا عاملين جو جامد بصراحه. زي ما انتوا شايفين كده دايما ماتشات السعوديه بالذات بيبقى عليها اقبال جماهيري مش طبيعي. اكتر ماتش زحمه تقريبا في الفان زون من اول ما البطوله بدات. الاعداد مش باينه في الفيديو ده خالص، بس هم بجد كتير قوي. طوابير لحد بعيد خالص. ايوه عويس، مع ان خلاص فاضل ربع ساعه. شكلها كده مفيش فرحه للعرب النهارده. بعد ما بولندا سجلت الهدف الثاني، المشجع ده قام يستفز كل الناس اللي حواليه. هو حرفيا فضل يعمل كده ربع ساعه كامله مثلا. بقاله ساعه بيحتفل، هو الوحيد اللي بيشجع بولندا. عطيه العسل، عطيه على رجلي، عطيه على عيني، عطيه حبيبي. طبعا علشان البطوله بتتلعب في قطر، فالجماهير العربيه متواجده باعداد كبيره وعاملين جو جامد زي ما انتم شفتوا. بس من وجهه نظري الشخصيه اجمد جمهورين في البطوله هم جمهور المكسيك وجمهور الارجنتين، وده لسببين. السبب الاول هو ان المسافه بين الدولتين دول وبين قطر تقريبا اكبر مسافه بين الدول المشاركه كلها، وبرغم كده الجمهورين سافروا باعداد مهوله تحسسك ان قطر دي بالنسبه لهم في اخر الشارع. والسبب الثاني وده الاهم بالنسبه لي هم انهم مش جايين يتفرجوا، دول جايين يشجعوا. علشان انا مفيش حاجه بتعصبني قد الناس اللي بتروح الاستاد تتفرج كانهم قاعدين في سينما. يمكن ناس كتير هتختلف معايا في الراي ده، بس انا بشوف انك لو رحت الاستاد ورجعت من غير ما صوتك يروح في التشجيع يبقى انت ما اديتش اللي عليه. بعيدا بقى عن الكلام ده، المشجع السعودي ده حافظ تشجيعات الارجنتين اكتر من الارجنتينيين نفسهم. يا
المترو كده امال الاستاد عامل ازاي. Yo quiero trabajo que tenga estas colores. ودي لقطة حلوة تانية، مشجع أرجنتيني بيبارك لواحد سعودي على فوز السعودية على الأرجنتين. أنا كده وصلت عند استاد لوسيل قبل ماتش الأرجنتين مع المكسيك، هسيبكوا شوية بقى مع أجواء أجمد جمهورين في البطولة. كاس العالم هو ده جمال اللعبة دي، لعبة بتجمع شعوب، أحلى إحساس في الدنيا بجد، أجمل إحساس في الدنيا. يا بختهم يا بختهم، ده كده ومغلوبين الماتش اللي فات، هما الأخير على المجموعة دلوقتي. استاد لوسيل اتملى على آخره بحوالي 90,000 متفرج، وكان في قدهم تقريبا بره الاستاد هيموتوا على تذكرة. شفتوا جماهير الارجنتين وجو الالترز اللي هم عاملينه؟ جماهير المكسيك بقى جو تاني خالص، جايين بمزيكتهم والاقنعه بتاعتهم والرسمه على الوش وطبعا الطاقيه المشهوره بتاعتهم. انا بجد حسيت انهم رايحين حفله هالوين مش ماتش كوره. مستحرم ان اروح بصراحه، الاجواء تحفه، عارف اني مش عارف ادخل الاستاد خلاص، دي ايقنت ان مستحيل، بس مش عايز امشي بجد. اظن لو حد حاول يبيع لهم تذكره دلوقتي باي مبلغ هتتباع. على الجانب الاخر الجمهور الانجليزي بصراحه ليه معزه خاصه في قلبي، وده هتاف جديد لسه مخترعينه لهاري كين. نخش على طول بقى على تاني يوم. رحت عليا نومه وجريت 4 كيلو عشان الحق اخر كام دقايق في الفان فيستيفال في ماتش المغرب. مليون مبروك يا شباب، شرفتونا مليون مبروك، عقبال التاهل ان شاء الله. شرفتونا، شكرا، مليون مبروك. يوم تاريخي وبجد سعادة ما بعدها سعادة. خلصت في الفان فيستيفال، بس الانتصار ده كان تاريخي، فكان لازم نكمل الاحتفالات في حتة تانية. وصلت سوق واقف اللي بجد كان واقف من كتر الزحمة، خليني اوريكم الاجواء هناك كانت عاملة ازاي. بس قبل ما نبدأ تشجيع وتنطيط وكده خلينا نتسلطن الاول. واشاكت فاسي الهدف قلت امرك احلى من العسل مرك، وين تريد اروح وياك لا تجرح احساسي. انا كفاية سلطانة لحد كده، خلينا ندخل على الاحتفالات. زي ما كتير منكم تابعتم في اليومين اللي فاتوا، وصلنا 200,000 على انستجرام، وطلعت معاكم لايف لمدة ساعة من فان فيستيفال علشان نحتفل مع بعض. خليني اوريكم شوية لقطات من اللايف ده. بصوا الزحمة عاملة ازاي، بصوا انا واقف على بعد كيلو مثلا من المسرح، فكان زحمة بشكل مش طبيعي. ما هو كل يوم بيعملوا الكلام ده، اشمعنى النهاردة؟ استنى، في حد مشهور هيغني دلوقتي، يمكن عشان كده في زحمة. في حد مشهور قوي هيغني دلوقتي.
نورة فتحي، ما اعرفش مين دي بصراحة، اول مرة اسمع عنها، بس واضح انها مشهورة جدا. بتطلع في افلام وكليبات هندي، اوكي، عشان كده انا ما اعرفهاش. بس هي عربية، هي اصلها ايه؟ مغربية، اوكي، عشان كده المكان زحمة، الناس فوق بعضها، وانا عمال اقول اشمعنى، مع ان الماتشات النهارده يعني مش احسن حاجه. الناس حبت الكوره امتى؟ اتاري ان هم مش حابين الكوره. هم حابين الرقص ده يا جماعه. هنا كمان في كميه هنود كتير جدا، فاكيد كلهم عارفينها. بصوا يا جماعه، استنوا عايز اوريكم حاجه. في درونز في السماء مكتوب حياكم في قطر، يعني اهلا بكم في قطر يعني. بس هم خدوا مني الهدايا وانا داخل على الباب، قالوا لي احطها في الامانات علشان apparently دلوقتي apparently يعني امبارح برضو زعلت من نفسي وانا بتكلم في البرنامج على المنتخبات الافريقيه، قلت له والله بيبقى عندي سوفت سبوت كده للمنتخبات الافريقيه. طب بقول معزه خاصه، ايه سوفت سبوت اللي انا قلتها دي؟ بتاعه دي بتقيس قوه او سرعه الشوطه بتاعتك. بصوا، بصوا في واحد بيشوط اهو، شاطها في العارضه اصلا. 200 الف شكر مرة ثانية على 200 ألف. خلاص يلا، باي باي، بسطت جدا. تابع احداث البطولة لحظة بلحظة في الستوري هايلايتس على انستجرام.